السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عائشة هاني بنت محمد سباري. رقم التسجيل وهي 18395. طيب، في هذا الفيديو سأتحدث عن كتاب الجمل في النحو بأبو القاسم عبد الرحمن بن إيسا الزجاجي تحت الموضوع نعمة وبئسة. بعد تحليل هذا الكتاب أخلص هناك يده أن النعمة وبئسة هما فعلان ماضيان ضعيفان غير متصرفان، لأنهما يوجد لغتين نعمة وبئسة، وأما نعمة وبئسة. وبعدين هناك أيضا ثلاثة شروط فاعل لفعلهما. ومن ناحية أخرى في هذا الكتاب يده أيضا تقدم الممدوح والمذموم وتأخرهما. ويوجد أيضا باب حبذا. هناك ضعف في هذا الكتاب أن الشرح في هذا الباب شرحا كثيرا وكلة المعلومات المهمة، مثل لم يوجد كيفية الإعراب الجملة تاما، وبعدين لم يوجد مثال متعددة من القرآن والسنة، بل يوجد مثال البسيط فقط. على الرغم من أن الأسلوب اللغة العربية المستخدم في هذا الكتاب سهلا للفهم، ولكن لم يوجد تقسيم المناسب بين الأحد القسم والقسم الآخر. أيها المشاهدون الكرام، أؤكد في النقطة الأولى، كما عرفنا أن الكلمة نعمة وبئسة هما فعلان، ولكن وجدت في كتاب شرح جمل الزجاجي لأبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن العصفور الإشبيلي هناك اختلاف هل هما فعلان أم لا بين أهل البصرة وأهل الكوفة. أهل البصرة هم الذين يذهبون إلى أنهما فعلان، وأما أهل الكوفة هم الذاهبون إلى أنهما اسمان، استدلوا على صحة مذهبهم بكونهما لا مصدر لهما وبكونهما لا يتصرفان. ولكن مذهب أهل الكوفة ضعيف، وتبين أنهما فعلان بما تقدم من دلالة القاطعة. وبعدين النقطة الثانية هي الكتاب الجمل في النحو. يوجد اثنين فقط لغتين بكلمة نعمة وبئسة، ألا وهما نعمة وبئسة ونعمة وبئسة. ولكن وجدت أربع لغات بكلمتين في كتاب جامع دروس العربية لشيخ المصطفى الغلايني. أما أي نعمة وبئسة وهي أفصحنا ولغة القرآن، ثم نعمة وبئسة، وبعدين نعمة وبئسة، وأما الآخر نعمة وبئسة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نعمة وبئسة يحتاجان إلى الفاعل، وهناك بعض الشروط في فاعلهما عند كتاب الجمل في النحو. ولكن في كتاب تطبيق النحوي للدكتور عبد الراجحي وجدت خمسة من شروط الفاعل لفعل نعمة وبئسة بزيادة شروط الآخر، هما أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ما فيه ألف لام، وبعدين أن يكون فاعل كلمة ما أو من. وأما في كتاب النحو العربي وقد تدغيم الميم فيقال نعمة، مثاله في القرآن الكريم إن الله نعمة يعظكم به. وقد اختلف النحاة في إعراب ما، سواء كان أنها النكرة في محل نصب تمييز أو اسم موصول. ومن ناحية أخرى، وجدت في كتاب النحو العربي للدكتور محمد فاضل السامرائي أن جمع التمييز والفاعل لا يجتمع الفاعل والتمييز معا، مثل نعم الرجل رجلا خالدا، بل قد اجتمع قليلا نحو القول الشاعر نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت، بمعنى الفتاة هو الفاعل وفتاة هو التمييز. هناك خلاف بين النحاة في جواز الجمع بين التمييز والفاعل معا. ونقطة الآخرة هي حبذا ولا حبذا. يده في كتاب الجمل في النحو حبذا للمدح فقط، لم يده للذم. وأما في كتاب النحو العربي يده من أفعال المدح حبذا، وفي الذم لا حبذا. وذا في حبذا اسم إشارة جيء به ليدل على الحضور في القلب، وكلا خلع منه الإشارة لغرض الإبهام. وذا لا يتصرف ولا يتغير، بل يلتزم الإفراد والتذكير أي كان المحسوس، فتقول حبذا أحمد، وليس لك أن تقدم المحسوس أي خالد حبذا. هذا فقط مني، شكرا على حسن استماعكم ومشاهدتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي نور الحفيظة بنت كامر الهشام. رقم الطلبة وهي 8038.
إن شاء الله في هذا اليوم سأقدم لكم عن الكتاب العظيم والمعروف بعلم النحو، وهو كتاب الجمل في النحو لعلم الكبير، هو أبو قاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، متوفى في سنة 340 هجرة. وهذا الكتاب هو كتاب مشهور ومعروف، وضم الكتاب في 145 باباً، وتناولت أبوابا من باب النحو والصرف والأصوات والتاريخ وضرورة شعرية. فهو في هذا الكتاب جامع مفيد في الطلاب والطالبة. وهذا منهج الكتاب جمل في النحو من تأليف باب النحو بحسن عرض الموضوعات وتناولت بسهل واضح، ويكثر أيضا من شواهد قرآنية والحديث والشعرية والأمثلة كما ذلك. ولكن في باب النعمة وبئس في صفحة 108 يوجد كثير في مثل للفعل نعمة، ولكن مثل واحد فقط لفعل بئس، وبالإضافة إلى ذلك ليس له مثل من القرآن والحديث والشعر. وثانيا من حيث شرحه، يستعمل الزجاجي باللغة التي يسهل فهمها، ولكن وصف موجز للغاية في باب النعمة وبئس، وبالإضافة إلى ذلك وصف للإعراب في كل كلمة غير متعمقان. وأخيرا من حيث شرح شروط فعل يتعامل في فعل، يعني يتعامل في فعل نعمة وبئس، يشرح الزجاجي في الفقرة ولم يشرح في شكل النقطة التي يسهل فهمها. بالخلاف ذلك في الكتاب تطبيق النحوي للدكتور عنتر رده وصف في باب النعمة وبئس بطريقة سهولة لفهمها. وعلى سبيل المثال يأتي الدكتور عنتر رده المثال لكل واحد من الفعل نعمة وبئس. وبالإضافة إلى ذلك إذا كان كل كلمة إعراب متنوعة يشرح ويبحث عن ضروره لكل كلمة، مثل آية نعم القائل خالد، إذا كان في الكلمة خالد ثلاثة إعراب يشرح عن ضروره لكل إعرابها في الكتاب. وبالإضافة إلى ذلك من حيث شرح شروط فعل يتعامل في فعلان، يعني في فعل نعمة وبئس، يبحث عبد الرجه في شكل النقطة التي يسهل فهمها في الطلاب والطالبات. ومن حيث يرى في الكتاب الآخر، يعني في الكتاب نحو الواضح للعالي جارم ومصطفى آمين، وصف في باب النعمة وبئس بيأتي مثل أولا، يعني مثل لكل فعل منها. وثانيا وبالإضافة إلى ذلك يشرح ويبحث باب النعمة وبئس في هذا الكتاب، يعني في الكتاب نحو الواضح بشكل النقطة التي يسهل فهمها. وبعد ذلك يأتي أيضا بتمرينات وتدريبات متعلقة عن الفعل نعمة وبئس. في الخلاصة القول إذا كان يستخدم شرح بشكل نقطة سيكون الطلاب أسهل في فهم باب النعمة وبئس. وبعد ذلك توفير الوقت للطلاب إذا احتاج إلى المحاضرة قصيرة أثناء دراسة هذا الموضوع، يعني موضوع نعمة وبئس. ونكتفي بهذا القدر، شكرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي سيتي نور أنزلة بنت عبد الله أمين، على رقمي 1108403. أن هذا الكتاب الجمل في النحو للزجاجي يتحدث عن باب النحو ليسهل القارئ لفهمه، ومن محتويات هو باب المدح والذم، أن نعمة للمحمدة والثناء وأما بئس للذم. نعمة وبئس هما فعلان ماضيان اللذان يحتاجان إلى فاعل، ويشترط في فاعلهما إلى أنواع متعددة، منها أولا أن يكون فاعلهما معرف بالألف واللام، والثانيا أن يكون مضاف إليه، ثالثا أن يكون مضمر على شريطة التفسير،
ورابعا وأن تنصب نظره معها على التمييز والتفسير. ومن المزيد يشرع المؤلف عن إعراب الجملة المن هو الذم هو المبتدأ والجملة قبله خبر. وبعد ذلك قال زجاجي أيضا عن بنية الجملة لفعلهما يدل على التثنية والجمع والنكرة وفي المؤنث كذلك. أما الباب حبذا يكون للمدهو يتكون من حب وذا الذي يجيء معه الحال والتمييز. أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، كل السابق من العرض، لكن من حيث التعليق في رأيي هذا الكتاب لم يتحدث كل الجوانب، لأن توجد نقاط الهامة التي لم تكتب منها. أولا من حيث اختلاف النهى أنهما فعلان أو اسمان. في كتاب شرى ابن عكيل رأى الكوفيون ومنهم الفراء يدل أنهما اسمان، واستدلوا بدخول حرف الجر وليس من الفعل، وهذا وجه ضعيف. وأما البصريون هم الذين يعتمدون أن نعم وبئس فعلا جامدا ولم يتصرف، وهو رأي راجح. ثانيا من حيث لغاتهما، قال ابن حيان الأندلسي في كتابه التزيل والتكميل في شرح كتاب التسهيل توجد أربع لغات، منهم نعم وبئس وهو الأصل، نعم وبئس وبالتخفيف، نعم وبئس وبالإتباع، نعم وبئس وبالتخفيف بعد الإتباع، وهو أكثر الاستعمال. ثالثا من مجال اتصل المن هو الذم بما في كتاب النحو العربي أحكام ومعان، يجوز لتتصل نعم وبئس بما فتقول نعم وبئس ما بأن تدغم ميم نعمة في ميم ما، وذلك إذا كسرت العين. وقد اختلاف النهى في إعراب ما على قولين، أما الأول أنها نكرة في محل نصب على التمييز، والثاني هي الفعل واسم الموصول والجملة تأتي بعدها صلة الموصول. رابعا في كتاب شرى ابن عكيل كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى على فعل لقصد المدح والذم، ويعامل معاملة نعمة وبئس في جميع ما تقدم لها من الأحكام، منها شرف وكرم وجهل ولؤم. ونقطة الآخرة من باب حبذا ولا حبذا، أن حبذا للمدح ولا حبذا للذم. في كتاب شرع ابن عكيل أن حبذا اسم وهو مبتدأ والمخصوص خبره، فركبت حبا مع ذا وجعلت اسما واحدا. وبالإضافة إلى ذلك إذا وقع بعد حبة غير الذاء من الأسماء جاز فيه وجهان، الأول الرافع بحبة والثاني الجار بباء زائدة على سبيل المثال حبة بزيد. ثم إن وقع بعد حبة ذا وجب فتح الحاء فتقول حبة ذا، وإن وقع بعدها غير الذاء جاز ضم الحاء وفتحها فتقول حبة زيد. وخلاصة القول هذا كتاب الجمل ممكن يستخدمه، ولكن لو نريد بحث الآخر أو معرفة الزيادة ينبغي علينا أن نرجع بكتاب الآخر. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله على حسن استماعكم ومشاهدتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب الجمل في النحو للزجاجي على موضوع المدح والذم، أعلم أن نعمة هو للمدح والثناء، وبئس للذم وهما فعلا ماضيا ولم يتصرف، بمعنى حركته أو شكله لم يتغير، ولكن هذا هو وجه ضعيف للزجاجي. توجد بعض الأقاويل تقول أن نعمة وبئس متصرف، فتقول نعمة أو نعمة أو نعمة أو نعمة، وفي بئس بئس أو بئس. ثم نذكر أيضا شرط فاعل لنعمة وبئس، أولا أن يكون فاعلهما معرفا بألف لام كما في المثال نعم الرجل زيد، وثانيا أن يكون فاعلهما مضاف إليه كما في المثال نعم فتى العشرة عمرو، وثالثا أن يكون فاعلهما مضمر على شريطة التفسير، ورابعا أن يكون فاعلهما تنصب نكرة ومعها التمييز والتفسير كما في المثال نعم رجلا زيد. ثم هل يمكن أن تقدم أو تؤخر نعمة وبئس؟ فجوابه للزجاجي نعم، يمكن أن تقدم أو تؤخر نعمة وبئس،
فتقول كما في المثال الزيد نعم الرجل، أو في المثنى تقول الزيدان نعم الرجلان. ثم حبذ هو أيضا للمدح، وهو مركب من حب وذ، وفي الأصل هو حبب وذ، ويدغم الباء في الباء فتقول حبذ. الاسم المنصوب بعد حبذ أن يكون غير مشتق أو مشتق، فإن كان غير مشتق أن يكون تمييز فتقول مثال حبذ رجلا، وإن كان مشتق ففيه خلاف بين النحوين، منهم أن زعم أنه حال، ومنهم من زعم أنه تمييز. بعد تحليل هذا الكتاب توجد ضعف المعلومة. لم يلاحظ الزجاجي نعمة نعمة وبئسما في كتاب بيان جملة العربية، يلاحظ أن يمكن أن تتصل نعمة وبئس بما فتقول نعمة أو بئسما، واختلف النحاة في إعراب ما، أولا أنها نكرة في محل نصب تمييز، وثانيا أنها فاعل لفعل بئس ونعمة، وفسرها بكلمة الشيء. ثم لم يشرح الزجاجي كثير في الباب حبذا، إذا في لحبذا في كتاب النحو الصرفي أحكام ومعان يلاحظ أو يشرح ذا في حبذا هو اسم إشارة الذي يجيء بدليل على الحضور في القلب، وحبذا بمعنى حب الشيء، وذا في حبذا لم يتغير ولم يتصرف، ولكن يلتزم في الإفراد والتذكير فتقول حبذا الرجل، أو حبذا الرجلان، أو حبذا الرجال. ثم هل يمكن أن تؤخر حبذا؟ فتقول في كتاب النحو الصرفي أحكام ومعان لا يجوز أن تقدم المخصوص، فلا تقول خالد حبذا، ولا يجوز أيضا أن يدخل عليه فعل ناسخ، فلا تقول حبذا كان محمد. ثم وإذا وقع بعد حب غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان، أولا الرفع بحب فتقول حب خالد، وثانيا والجر بياء الزائدة فتقول حب بخالد. في خلاصة، هذا كتاب الجمل في النحو للزجاجي، توجد كثير المعلومات، ولكن توجد أيضا قلة المعلومات لم يذكر فيه. الآن سأتحدث لكم عن باب المدح والذم، يعني نعمة وبئسة، في الكتاب شرح جمل الزجاجي، التأليف لأبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن أصفور الإشبيلي، متوفى في سنة 669 هجرة. في هذا الكتاب يشرح لنا بالواضح عن لغتهما وفاعلهما وحذف الممدوح أو المذموم، وتقدم الممدوح والمذموم وتأخرهما وفاعلهما المدمر، وإلحاق علامة التأنيس بفاعلهما، وبناء الفعل الثلاثي على وزن فاعل. وفي الكتاب أيضا يبين لنا عن باب هبذا في الاسم المنسوب بعدها. اختلاف علماء نهى في باب المدح والذم. اعلم أن نعمة وبئسة من كبار الأفعال، إلا أن النحويين أفردوا لهما بابا لأن لهما أحكاما ليست لغيرهما من الأفعال، وسنذكرها إن شاء الله. واختلف هل هما فعلان أم لا، منهم من ذهب إلى أنهما فعلان وهم أهل البصرة، ومنهم من ذهب إلى أنهما اسما وهو فراء وكثير من أهل الكوفة، والذي ذهب إلى أنهما فعلان استدل على ذلك برفعهما الفاعل وليس من قبل الأسماء عاملة أمل الفعل وبنائهما على الفتح، ولو كان اسمين لكان معربين إذ لا مجب لبنائهما، وبتحميلهما الضمير في قولك نعم رجلا زيد، بل قد حكى نعم رجلين زيدان ونعم رجالا زيدون، أو بإلحاق علامات التأنيث لما على حد ما تلحق الأفعال،
أعني أنها تسقط مع المذكر وتثبت مع المؤنث. في المثال: نعم الرجل ونعم المرأة. استنادا إلى لغتهما، أنا نعم أربع لغات. الأول: نعم بكسر النون وإسكان العين وهي الأفصح وكثرتها تغني عن الاستشهاد عليها. وثانيا: نعم بكسر النون والعين وعليه قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، صدق الله العظيم. وثالثا: نعم بفتح النون وكسر العين وعليه أنشد قول الشاعر: من الرمال ما أقل قدم ناعلها، نائم ساعون في الأمر المبير. وأخيرا: نعم بفتح النون وتسكين عين. وفي بئس لغتان: بائس بفتح الباء، وثانيا بئس بكسرها. في الكتاب اللمع في العربية، التأليف لأبي الفتح عثمان بن جني المتوفى في سنة 392 هجرة، يشرح لنا أيضا أن أساسيات معنى باختصار، ويؤتي بعض الأمثلة للجمل التي يمكن استخدامها لهذا الفصل، ويصف بإيجاز الفصل حبذا وأمثلة على الجمل متعلقة به، ولكنه لا يشرح بالتفصيل كما كتب زجاجي في كتابه عن هذا الفصل. ومع ذلك فإنه يوفر لنا فهما سهلا لمعرفة استخدامه في سياق الآيات المختلفة. في الكتاب لمع في العربية في باب حبذا، أن حبذا معناها المدى وتقريب المذكور بعدها من القلب، وهي ترفع المعرفة وتنصب النكرة التي يحسن فيها من على تمييز. في الكتاب الجمال في النهوي لزجاجي، التأليف لأبي القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق زجاجي متوفى في سنة 340 هجرة، يفسر لنا عن معنى حبذا بالتفصيل. في باب حبذا، أن حب فعل رفع ذا ثم لازما مكانا واحدا ولم يتفرق، فصارا بمنزلة اسم واحد يرفع ما بعده ويرفع المعرفة وينصب النكرة ويجيء معه الحال والتمييز. وذلك قولك: حبذا زيد وحبذا هند وحبذا أخوك. هذا فقط مني، شكرا على حسن استماعكم واهتمامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم نريد أن نقدم لكم عن العرض والتعليق في أسلوب المدح والذم عند الزجاجي في كتابه والجمل في النحو. أولا، كتاب تطبيق النحو مؤلفة هو الدكتور عبده الراجحي. في كتابه لا يعطى تعريفا لأبراد بئس والمدح خاصة، مثل نعم الطالب مجتهدا زيد. لإعراب نعم هو فعل ماضي جامد، والطالب فاعل مرفوع بالضمة ظاهرة، مجتهدا تمييز منصوب بالفتحة ظاهرة، والزيد مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة ظاهرة. الجملة مدح والذم في كتاب عبد الراجح من أساليب الشاعرية في العربية، والأشهر في الدلالة عليهما فعلان ماضيان هما نعم وبئس، وبجملة مدح والذم قد تكون اسمية أو فعلية. لا شك ولا ريب أن هذا الكتاب يؤكد بشدة على إعراب لكل كلمة في جملة واحدة، ولكن بالنسبة لي أريد أن أعرف بعض شرح أكثر لفهمي. ومع ذلك هناك مزايا وعيوب، وبالمثل يمكن لهذا الكتاب مساعدة الطلاب في الدرس والتدريبات، وخصوصا في الإعراب هو مهم لعلم النحو. ثانيا، في كتاب شرح جمال زجاجي هو محتوى مقسم إلى مواضع جماعية في فصل ذات الصلة. في كتابه شرح طويلة في اقتباس واحد،
وأنه من الصعب جدا لفهم محتوى جديد مهم أو التي يجري مناقشتها. وبعد ذلك فإن تصنيف العنوان في كل فصل يجعل من السهل بالنسبة للدراسة واحتيار باب أكثر منحجية. وبعد ذلك في الباب النعمة وبئس في كتاب زجاجي هنا من قبيل أفعال إلا النحويين أفراد لهما بابا لأن لهما أحكاما ما ليست لغيرهما من الأفعال منهم من ذهب إلى أنهما اسمان وهو الفراء وكثير من أهل الكوفة والذي ذهب إلى أنهما فعلان استدلا على ذلك برفعهما الفاعل وليس من أقبال أسماء العاملة عمل الفعل وبنائهما على الفتح ولو كان اسمين لكانا محربين إذ لا موجبا لبنائهما وبتحملهما الضمير مثل آية نعمة رجلين زيدان والذاهبون إلى أنهما اسمان استدلوا على صحة مذبهم بكونهما لا مصدر لهما بكونهما لا يتصرفان ويستدلوا أيضا بدخول حرف جر عليهما وحكوا من كلام العربي كما في سبيل المثال نعم السير على بئس العير وبالإضافة إلى ذلك في هذا الكتاب إن استخدام أمثلة على كل طريقة أكثر انتشارا مثل شعر بالنسبة لي لإعراب الكلمة وآية من القرآن أو غير ذلك ليس من السهل علينا هذا فقط مني شكراً.